صباح الخير لكل المشاهدين صباح الخير لكل متابعي مريم تي نهار جديد بيبدا معه احداث كثيره واخبار كثيره متنوعه وقبل ما بلش الدردشه المعتاده معكم مثل كل يوم اربعه الصبح انا بدي اتمنى للكل لكل الصايمين وحتى لكل اللي مش قادرين يصوموا صيام مبارك ان شاء الله هال المسيره مسيره الصيام من هلا لنوصل عن جد تكون بالنسبه لنا مسيره قيامه و... وتكون كلها محبه ورجاء حلقتنا من كوفي بريك انطلقت واستثنائيا اليوم رح بلش بفقره مئويه كتاب النبي لجبران خليل جبران. حبيت اليوم ابدا حلقتي بهيدي الفقره ليش؟ لحتى تكون تكريم للدكتور طارق شديق رئيس لجنه جبران خليل جبران الوطنيه السابق يلي للاسف فارقنا من كم نهار وتوفى عن عمر يعني شوي صغير فالبكير بسبب المرض دكتور طارق اللي كان خير من وصل صوره كاتبنا الكبير جبران خليل جبران من خلال تولي منصبه لرئاسة اللجنة لعدة سنوات بالإضافة لكونه طبيب أسنان كان كاتب ومفكر وإله عدة منشورات وكان لي شخصيا تعامل مباشر مع دكتور طارق من خلال المؤتمرات اللي كنا ننظمها مؤتمرات جبران خليل جبران واللقاءات الثقافيه ان كان ببيروت او ان كان ببشري او باللقاءات اللي كانت تصير حول هيدا الكاتب الكبير انا بدي عزي عائلته زوجته بناته عائلته كلها عائلته باللجنه واهله ببشري أه ومثل ما شايفين على الصوره هيدي باحدى المؤتمرات انا والزملاء اللي شاغلين مع دكتور طارق أه للاسف دكتور طارق فارقنا من كم نهار وحبيت يكون تكريم له هيد الفقره الصغيره منشان هيك انا رح اقرا مقطع صغير من فصل العمل من كتاب النبي تكريما لروحه بيقول جبران خليل جبران بكتاب النبي وما هو العمل المقرون بالمحبة هو أن تضع في كل عمل من أعمالك نسمة من روحك وتثق بأن جميع الأموات الأطهار محيطون بك ويراقبون ويتأملون نحنا دكتور طارق اعمالك رح تبقى وهي نسمه من روحك اللي انت عطيتها ان كان للجنه ان كان لنا نحن اللي اشتغلنا معك فقره العمل فقره كتير حلوه من كتاب النبي هيدا هو العمل العمل المقرون بالمحبه انا بدي حي روحك وعزي اهلك عن جديد الحياه بتكفي رح نضلنا نذكرك بكل عمل انت قدمته للجنه وخاصه للجنه جبران خليل جبران ومن كفي نهارنا بالفقره المعتاده upcoming events انشطتنا لليوم بابكمينج ايفنتس متنوعه وعديده من نشاطات بالرعايه من نشاطات موسيقيه سينما مسرح شعر وغيرها منشان هيك رح ننطلق باول نشاط اللي هو رح يصير الليلة المساء ليلة المساء بجامعة الانديو وبأميل شاهين فاونديشن سيني كلاب رح يتم عرض فيلم داوت مثل ما شايفين على الشاشه هذا الفيلم ترشح لعده جوائز من الاوسكار من الجولدن جلوب والفيلم اسم على مسمى داوت هو شك والفيلم من اوله لاخره مبني على فكره الشك لما احد الكهنه بفتره الستينات بيكون عم يوعظ وعظه وبيحكي فيها عن الشك والايمان وعن كيف انه الاشاعات ممكن تدمر سمعة الإنسان فيلم حبك حبكة حلوة كتير خاصة مع ممثلين كبار مثل ماريل ستريب وغيره لا محبي هالنوع من الأفلام ما قالوا إلا الليلة على الساعة سبعة يروحوا على الانديو ويكونوا بالسيني كلاب لأنه فيلم عن جد خرج أنه ينحضر أما منروح من بعدها لنشاط تاني نشاط بالرعاية مثل ما بتعرفوا بفترة الصوم بتكتر النشاطات الرياضات الروحية واللقاءات من شان هيك برعاية كنيسة الصعود بمنطقة دبي كل أربعة المساء يعني مثل اليوم كل ليلة على الساعة ستة عشية في سهرة إنجيلية ومن بعدها بيكون في سجود للإربان مع الأب إلي أبيعات فلكل المؤمنين من سكان دبي والمحيط بيقدروا الليل المساء يروحوا يشاركوا بهيد السهرة الإنجيلية ومن دبي لأدونيس كمان نشاط بالرعية أخوية الحبل بلا دنس برعية كنيسة مارشر بالأدونيس بتدعي للمشاركة برياضة روحية كل أربعة الصبح بعد الدس بعد الداس الصبح أكيد ابتداء من اليوم 22 شباط لغاية 29 آذار ما بعرف إذا الناس بعد بتلحق إنها تروح هلأ الصبح من بعد ما يكونوا حضروا الحلقة ولكن للأشخاص اللي ما ما عرفوا بها الرياضات الروحيه بيقدروا يروحوا بالاسابيع التاليه اليوم اللقاء رح يكون مع الاب ادمو رزق ف ومن بعدها رح يكون في لقاءات مع عده كهنه الاسبوع اللي جاي مع الاب راي عبد الله الاسبوع اللي بعده مع الاب مارتن عيد اللي بعده الاب شربل ابي راشد واللي بعدها الاب جان بول لمع واخر اسبوع مع الشماس داني هل هل ممكن تشوفوا يلي ما لحق هلا يحضرها او يلحق سم اللي انا قلته ممكن تفوتوا على بيج الفيسبوك لرعية مارشر ادونيس وتاخذوا كل التفاصيل ومن نشاطات الرعايه منروح للنشاطات الموسيقية النشاطات الموسيقية كتيرة بالبلد وأهم نشاط رح يبلش هيدا الأسبوع هو بكرة المسا وهو مهرجان البستان مهرجان البستان مثل ما بتعرفوا من اهم المهرجانات الموسيقيه بلبنان بكره المسا هو الافتتاح والافتتاح رح يبلش مع كونسير اوركستر مثل ما شايفين الاوبننج نايت اللي رح تكون اتس نيو لما نقول نيو وورد يعني عمل بيكون جديد أو بيكون موسيقى عم ينطلق عن جديد الفيولونيست هي الي سو الأوركسترا هي أوركسترا ديلا مانيا غريتشا والكوندكتر هي جانا فراتا وهي كوندكتر إيطالية من أولى السيدات الإيطاليات اللي صاروا كوندكتر وجانا فراتا مش أول مرة بتجي على لبنان صارت جاية عدة مرات وكمان متل ما شايفين على الشاشة رح يكون إلي رح تعمل وركشوب ماستر ماستر كلاس عفوا للفيولون بكرة الجمعة بيكون في ماستر كلاس بيانو وكمان في ماستر كلاس شان خلال هالمهرجان المهرجان ببلش من هلا لاخر ادار كمان اللي بيحبوا هالنوع من الموسيقى الكلاسيكيه مش بس رح يكون في موسيقى كلاسيكيه رح يكون في عده اعمال ومنها كمان رح يكون في عمل مسرحي موسيقي لجورج خباز من بعد من بعد ما حكينا عن الموسيقى ومهرجان البستان اللي بكل سهوله فيكم تفوتوا على الويب سايت تبعهم وعلى البيج وتاخذوا كل المعلومات رح نروح للشعر مساء نهار السبت ب 25 شباط رح يكون في بالمركز اللبناني الثقافي لقاء شعري هاللقاء الشعري رح يشارك فيه الشعراء الدكتورة يسرى البيطار رفيق بركات غسان أبو علي ولا رح يقدم هال... هاللقاء الشعري الإعلامية كلود صومة هالشي رح يصير ببيروت بنزلة محلات قبلين للسجاد هذا العنوان يلي بحب انه يروح ويشارك باتجاه زقاء البلاط لمحبي الشعر وهالنوع من هاللقاءات لكن ما الا يشاركوا بهيدا اللقاء من كافه كمان بنشاطاتنا نهار السبت نهار السبت حيكون في نشاطات كتيره منا شعريه منا لقاءات ومن كافه كمان بلقاء اذا بدكن شعري روائي كتير مهم الروائيه والشاعره منى بولس بتدعي او اطلقت مشروع اللي هو الادب في خدمه الانسان وهيدا الشيء برعايه سياده المطران ميشيل عون وراح يكون بقاعه كنيسه سيده البيدر بحصارات. آه على الساعه 4 بعد الظهر راح يكون في هيدا اللقاء وراح يكون في عده شعراء وفنانين راح يشاركوا فيه واطباء. ليش؟ لانه ريع هيدا اللقاء والمشاركه ب بهذا العمل رح يروح كله لمساعدة الأطفال اللي عندهم سرطان منشان هيك رح يكون في تواجد للدكتور بيتر نون وللشعراء والأدباء مثل سهيل سهيل مطر الياس صغير ميرايش حاد الحداد يسرى البيطار خليل سمعان ميشال أبيعاد جورج الريس أنطوان الأسمر وغانم عاصي والروائية أكيد منى بولس وراح يكون في رسام والاب جان جابور راح يكون عم يعزف على العود وراح تقدم الحفل الاعلاميه جاكلين بولس ابو زيد لكن للي كل اللي بحبوا يشاركوا ويساهموا ويساعدوا اطفال عندهم سرطان يتوجهوا نهار السبت على الساعه أربعة على حصارات منكفي بنشاطاتنا وهالمره نشاط مختلف، هالنشاط المختلف هو بذكرى مرور 35 سنه على وفاه الاديب الكبير ميخائيل نعيمة، وبذكرى وفاته بتفتح ابواب منزله اللي تحول منزل متحف لكل الناس لكل الزوار اللي بيحبوا يروحوا ويشوفوا مقتنيات وغراض وكل شيء لميخائيل نعيمة. يتوجهوا على بيت ميخائيل نعيمه طيلب. هذا البيت اللي شهد على عشرين سنة من آخر حياته هالبيت بكل موجوداته كان موجود بالزلقة ولكن مؤخرا انتقل مثل ما هو على المطيب، وهذا الشيء بيعود والفضل الكبير لسها اللي هي بتكون قرابته يعني بتكون بنت بنت خيو لميخائيل نعيمه يلي اهتمت بكل هدول التفاصيل نقلت هالغراض وكل هالمقتنيات من بيت الزلقه لبيت المطلب. من منشان هيك رح البيت ينفتح نهار السبت من الساعه 11 للساعه 6 المساء لكل اللي بيحبوا ميخائيل نعيمة واللي ما اكتشفوا بعد هالبيت وهالاديب الكبير نهار السبت حيكون عندكم الفرصه انكم تطلعوا على هالمكان وعن جد تستلزوا لانه انا طالعه كذا مره وعن جد بتعيشوا حاله سحريه مميزه من بعد نهار السبت رح نروح لنهار الاثنين ب 27 شباط على الساعه 5 بعد الظهر في لقاء آه رح يكون بجامعة ال يو ببيروت وبيدعي له آه جمعية تراث لبنان اللي رح بيكون اللقاء بعنوان غنى لبنان من تنوع تراثه مع المصور ادي شويري اللي هو مصور بروفيشنال واللي شغلته يصور اماكن لبنان الحلوه كثير فرح يكون في لقاء وحديث ورح تشوفوا خمسين صوره من تراث لبنان السياحي الزراعي البحري شو بدكم صور حلوه عن لبنان كلمة الافتتاح بهاللقاء رح يكون لرئيس الجامعة دكتور معوض ورح يدير اللقاء الشاعر انري غيب الدعوة للجميع دعوة مفتوحة للكل يشاركوا بهذا اللقاء بجامعة ال اي واللي دعا لهذا اللقاء هو مركز التراث اللبناني بجامعة ال ال أه بتمنى عليكم كلكم تشاركوا بهذا اللقاء. ادي شويري من اهم المصورين وسبق ونشر عده كتب عن لبنان. اما هلا من بعد ما خبرتكم شو في ابكومينغ ايفنت، شو في نشاطات كتيرة ممكن انكم تشاركوا فيها تحضروا تحضروها ان كان افلام او لقاءات، بننتقل للفقره اللي بعدها واللي هي اخبارنا الحلوه. فقرة جديدة أضفتها على برنامجي واللي هي رح تكون فقرة أخبارنا الحلوة ليش أخبارنا الحلوة؟ هي أحداث رح أحكي عنها رح تصير بالأسابيع اللاحقة هيك بحضركم نفسيا ومعنويا أنه في شيء حلو عم يتحضر بالبلد هيدي أول جزء من الفقرة اما الفقرة الثانية او اللي هو رح بلش فيها هلا دغري احداث حلوة صارت فسحة فسحة امل بهذا البلد اللي عم نعاني فيه من كل النواحي من شان هيك رح خبركم اليوم عن شخص فاز بجائزة عصام العبد للشعر المحكي واللي هو الشاب اللبناني انطوان خليل أنطوان خليل هو أستاذ أدب عربي وشاعر وبيكتب باللهجة العامية اللبنانية مؤخرا فاز بهيدي الجائزة آه للسنة هيدي السنة الرابعة اللي بتصير فيها الجائزة سبق والجائزة مرقت بعدة سنوات توقفت بفترة كورونا ورجعت انطلقت مؤخرا من له مبروك لأنتوان خليل على هالجائزة اللي نالها عن, أصي... عن بعض الأصايد باللهجة العامية وعقبالي أنا إن شاء الله بال... بالدورة اللاحقة لأنه أنا كمان نشرت كتاب وعندي شغل مثل ما شايفين هدول الصور برعاية وزير الثقافة كان هيدا الحفل ألف مبروك أنطوان خليل على هيدا الجائزة أما الخبرية الحلوة الثانية أنه قريبا رح ينطلق مهرجان الكتاب اللبناني من تنظيم الحركة الثقافية بانطلياس وهيدا الشيء رح يصير من 3 ل 12 أدار لك لكل محبي الكتب توقيع الكتب الشعر الرواية أي نوع من الكتب ما إلا يحضروا حالهم لأنه معرض الكتاب اللبناني بأنطلياس رح ينطلق نهار الجمعة 3 أدار وبيستمر للأحد 12 أدار وبالنسبة لمعرض الكتاب رح خصص فقرة طويلة الأسبوع اللي جاي كمان خبريه حلوه انه انطلق مهرجان عنبر للفنون اللي بينظمه ادهم الدمشقي وانطلق من هلا كمان رح يستمر ل 18 اذار والاسبوع اللي جاي كمان رح خبركم تفاصيل عنه اما هلا الفقره للكل بينطرها والفقره اللي فيها على طول هيك خبريه مهضومه وهي كل الحق عطليان مثل ما صرتوا تعرفوا مشاهدينا انه بكل حلقه بخبركم خبريه صغيره واللي هي التليان لهم حصه كبيره فيها وكمان كمان قلنا بالاسابيع السابقه انه ليش بنقول كل الحق على تليان للاشخاص اللي ما قدروا يحضروا الحلقات السابقه هي قول من احنا على طول بنقوله لما ما بنلاقي جواب لاي سؤال او في معضله معينه بنقول ايه كل الحق على تليان في كلمات كثيره نحن بنستعملها باللهجه اللبنانيه ولكن هي جايه من اللغه الايطاليه، لبناها وصرنا نستعملها وصارت من صلب حياتنا ومن صلب اللغه اللبنانيه. اليوم نقيت لكم كلمه، يعني شو بدي اخبركم؟ كلمه صرنا مستحليين انه نعوزها او نستعملها بوضع الوضع الاقتصادي الصعب. كلمه يجير. مثل ما بتعرفوا انه على طول بنسمع بالاحاديث جيرلي تشيك، جيرلي هيدي الخبريه، طيب من وين جايه؟ باللغه العربيه ما في شيء فعل اسمه جيره، هيدي الكلمه جايه من فيربو جيراري، مثل ما شايفين على الشاشه. جيراري هو يحول باللغه الايطاليه، يحول شغله، يعطي شغله لحدا او حتى هو يبرم، يعني الشخص هو يبرم، يلتفت شمال يمين، يعني طلوع نزول. من شان هيك الكلمة جاية من اللغة الإيطالية وبإيطاليا بيستعملوها لحتى يحولوا تشيك من شخص لآخر أو نعطي غرض آه لآخر ومن هيك أخدناها نحنا صارت بلغتنا اللبنانية مثل ما شايفين هيدا تشاك اللي شو بقولوا صرنا مستحليين نشوفه واشتقنا انه نشوف تشيكات ونجير تشيكات وناخد مصرياتنا من البنوك مثل ما بتعرفوا انه التشاك كيف بيتجير نحنا منمضي على الميلة من ورا ومنمضي اسمنا ومنحط لمين نحنا منعطي التشيك وهون اخذنا نحن هيدي العاده بلبنان وصرنا بنقول جير لي تشيك او جير لي هيدي المعامله وهيدي الكلمه من لبنانيه جايه من عند التليان منشن هيك كل الحق على التليان ومع هيدي الفقرة مشاهدينا نحنا مننهي حلقتنا الصباحية من كافي بريك ما تنسوا ترجعوا تابعوا الحلقة ترجعوا تحضروها للأشخاص اللي ما حضروها إن كان على الفيسبوك على يوتيوب ومثل العادة بعطول بقلكن هاشتاج كافي بريك أنا لكم نهار مبارك نهار حلو إن شاء الله ما بتشوفوا فيه إلا كل الأشياء الحلوة ومن دون هزات أرضية ولا هزات بدن إلى اللقاء